لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فدرس اليوم عن الإنشاء، تقسيمه إلى طلبي وغير طلبي. سبق أن قسمنا الكلام إلى خبر وإنشاء، فقلنا الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، وإما أن يكون الخبر ابتدائيا أو طلبيا أو إنكاريا. فما الإنشاء؟ الإنشاء في اللغة هو الإيجاد، أنشأ كذا أي أوجده. أما في اصطلاح البلاغيين فالإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني لا يقال لقائله أنت صادق ولا يقال لقائله أنت كاذب، فهذا هو الإنشاء. وسمي طلبيا أو غير طلبي لأن الإنشاء إما أن يستدعي مطلوبا لم يكن موجودا قبل الكلام، فهذا هو الطلبي. يعني مثلا حين يقول الإمام للمؤذن أقم الصلاة، فقوله أقم الصلاة طلب منه أن يحدث شيئا لم يكن موجودا قبل قوله أقم الصلاة، فالطلب هو ما يستدعي مطلوبا إقامة الصلاة لم يكن موجودا قبل الكلام. فكذلك أيضا مثلا عندما تقول يا محمد أقبل، فيا محمد هذا طلب لأنه استدعى مطلوبا وهو نداء محمد أو استدعاءه، لم يكن هذا المطلوب موجودا قبل النداء. عندما تقول لابنك مثلا لا تكذب، فهذا طلب لأنه استدعى ترك الكذب، وهذا لم يكن موجودا قبل قولك لا تكذب. إذن ما الطلب؟ الطلب هو ما يستدعي مطلوبا لم يكن موجودا قبل الكلام. وهذا الطلب وهذا الإنشاء الطلبي هو الأمر والنهي والنداء والتمني والاستفهام والدعاء، ويدخلون فيه أيضا العرض أو التحضيض، ولكن العرض بألا مثلا فهي عبارة عن همزة الاستفهام التي بعدها لا النافية، فهو يدخل في الاستفهام، فهم لا يفردون له بابا، باب العرض أو باب التحضيض، لأنه داخل في الاستفهام. فالأمر طلب، والنهي طلب، والدعاء طلب، والنداء طلب، والتمني طلب. هذا هو الإنشاء الطلبي. أما الإنشاء غير الطلبي فهو ما لا يستدعي مطلوبا كان، يعني لا ما يستدعي مطلوب ما لا يستدعي مطلوبا كان غير موجود قبل الكلام.
إنسان رأى شيئا يعجبه فقال ما أجمل السماء، أو إنسان مدح إنسانا أو ذمه أو أقسم على شيء أو عقد عقدا فقال بعت كذا أو اشتريت كذا، فهذا إنشاء، لأنه إيجاد طلب، إيجاد أسلوب، ولكنه غير طلبي لأنه لا يستدعي مطلوبا كان غير موجود قبل الكلام، فيدخل فيه التعجب والمدح والذم والقسم والعقود، فهذا إنشاء غير طلبي. فلنقرأ أمثلة الكتاب. قال أحب لغيرك ما تحب لنفسك، فالإنشاء هنا أحب، فإنه طلب أن تحب لغيرك ما تحبه لنفسك، وهذا لم يكن موجودا قبل هذا الكلام. ونوع الإنشاء هنا أمر طلبي، إنشاء طلبي. من كلام الحسن رضي الله عنه: لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت. فهذا إنشاء لا تطلب، نوعه نهي، وهو إنشاء طلبي. وقال أبو الطيب: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، فداء الورى أمضى السيوف مضاربا. فداه الورى، فهذا دعاء، فهذا طلب. قال آخر: فليت هوى الأحبة كان عدلا، فحمل كل قلب ما أطاق. فيه فليت هوى الأحبة كان عدلا، وهذا تمني، فهذا طلب. والطلب في هذه الأمثلة التي مرت طلب إنشائي، الأمر والنهي والدعاء والتمني والنداء، هذا طلب إنشائي أو إنشاء طلبي، إنشاء طلبي. وقال الصمة ابن عبد الله: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربع. قال: ما أطيب الربا، هذا تعجب، وما أحسن المصطفى، هذا تعجب. فهذا إنشاء لكنه غير طلبي. وقال الجاحظ من كتاب: أما بعد، فنعم البديل من الزلة الاعتذار. فهو يمدح الاعتذار هنا، فهذا إنشاء، نعم إنشاء، لكنه غير طلبي. قال: وبئس العوض من التوبة الإصرار. فهذا ذم، فهذا إنشاء، لكنه غير طلبي. قال عبد الله بن طاهر: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل. طبعا هذا قسم يعني غير شرعي، لكن هو أسلوب القسم، أسلوب القسم هذا إنشاء لكنه غير طلبي. وقال ذو الرمة: لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد، أو يشفي شجى البلابل. ولا شجية، اعذرونا بقى النظارة دي مش مخليني أشوف كويس. فلعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد، أو يشفي شجي البلابل. فهذا رجاء، الرجاء طلب، لكنه إنشاء لكنه غير طلبي.
وقال عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. فهذا رجاء، والرجاء إنشاء غير طلبي. تخلص من هذا أن الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب. ويمكن تقسيم الإنشاء إلى إيه؟ إلى إنشاء طلبي يستدعي مطلوبا قبل، لم يكن موجودا قبل زمن التكلم، وأنواعه الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والنداء والتمني. وإنشاء غير طلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبا لم يكن موجودا قبل زمن التكلم أو قبل التكلم، ويدخل فيه القسم والمدح والذم والعقود والتعجب والرجاء. فنأخذ يعني بعض التدريبات على ما ذكرنا. نعم، بعت كذا، اشتريت كذا، لبيان نوع الإنشاء في كل مثال من الأمثلة الآتية. قال أبو تمام: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. فهذا نهي، إذن هذا إنشاء طلبي. قال: ومما يؤثر: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. أحبب هذا أمر، يبقى إنشاء طلبي. قال ابن الزيات: يمدح الفضل ابن سهل: يا ناصر الدين إذ رثت حبائله لأنت أكرم من آوى ومن نصر. يا ناصر الدين، هذا نداء، إذن هذا إنشاء طلبي. لأمية ابن أبي الصلت في طلب حاجة: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. هذا استفهام، أأذكر حاجتي أم لا أذكرها، فهذا استفهام، فهذا إنشاء طلبي نوعه استفهام. قال زهير: نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. هذا مدح، إذن هذا إنشاء غير طلبي. قال امرء القيس: أجارتنا إنا غريبان هاهنا. أجارتنا هذا نداء، يعني يا جارتنا، فهذا إنشاء طلبي نوعه نداء. وهكذا سهل أن يعني ميسور أن تستطيع الحكم على الأسلوب الإنشائي، أهو طلبي أم غير طلبي. ننتقل الآن إلى نوع من أنواع الإنشاء الطلبي وهو الأمر. فما الأمر؟ الأمر هو طلب حصول شيء، حصول شيء على وجه الوجوب والإلزام مع الاستعلاء. هذا يعني معناه، معنى الأمر. وصيغه، صيغ الأمر أربعة: الأمر المجرد أقم الصلاة، أدعو إلى سبيل ربك، فهذا أمر مجرد. الصيغة الثانية: المضارع المسبوق بلام الأمر، لينفق ذو سعة من سعة. فالفعل المضارع مسبوق بلام الأمر. الصيغة الثالثة: اسم فعل الأمر. فلو قلت لأخيك صه أو مه، صه بمعنى أسكت، مه بمعنى كف. أنت حين تقول آمين، تدعو ثم تقول آمين، أي استجب يا ربي، استجب، فهذا اسم فعل. قال الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم
اسم فعل أمر بمعنى إلزم، ده محول من نعم وحي على الصلاة، فهذا اسمه إيه؟ اسمه فعل. تعرفون أسماء الأفعال في النحو؟ اسم الفعل هو كلمة تدل على معنى الفعل ولا تقبل علامة من علامات الفعل، فاسمه فعل ماض مثل سرعان وشتان وهيهات، لا تقبل التاء في آخرها اللي هي تاء التأنيث أو التاء المتحركة. اسم فعل مضارع مثل أف وآه ووي وواهن وبخن بخن بمعنى استحسن، لا تقبل علامة من علامات الفعل المضارع، فلا تسبق بحروف النصب أو حروف الجزم، ولا تسبق بالسين ولا بسوف، فهي اسم دل على معنى الفعل المضارع، أتضجر أتوجع أتعجب، تسمى اسم فعل. الذي يهمنا هنا هو أسماء أفعال تدل على الأمر، فمنها ما هو مرتجل مسموع عن العرب، صه مه حي هلم تعالى، يقولون بل بمعنى أترك، فهذا اسم فعل مسموع، يعني لا يجوز لنا أن نزيد فيه، هو هكذا سمعنا هذه الكلمات، كلمات محصورة مسموعة عن العرب تدل على معنى الأمر. ومنه ما هو قياسي، قياسي تصنعه أنت من الفعل الثلاثي، من كل ثلاثي على وزن فعال، فتقول في ترك أترك هذا أمر، هذا أمر مجرد، لكن تقول تراكي الكذبة، فعالي تراكي الكذبة، تراكي اسم فعل أمر بمعنى أترك. طب الفعل درك نقول أدرك هذا أمر، فإن قلت له دراكي القطار يعني أدرك القطار، سمع تقول له اسمع هذا فعل أمر، فإن قلت له سماعي النصيحة فهذا اسم فعل أمر قياسي. ومنه ما هو محول، محول من الجار والمجرور، تقول لمن غضبت منه إليك عني يعني ابتعد، فإليك في الأصل إلى حرف جر والضمير مبني في محل جر بإلى، لكن أنت استعملت إليك بمعنى اسم بمعنى فعل الأمر، فهو اسم فعل أمر مبني على الفتح هكذا، وهو اسم الفعل هذا يؤدي معنى فعل الأمر ويعمل عمله، يعني هذا محول من الجار والمجرور يعمل عمل الفعل. نحن لا نستطرد من البلاغة إلى النحو، لأن كلمة اسم الفعل يعني ربما أجد يعني بعضكم لم يمر عليها، فنقول اسم الفعل منه ما هو سماعي عن العرب، صه مه حي هيا هلم آمين، كلمات مسموعة. ومنه ما هو قياسي، قياسي له قاعدة يقاس عليها، وهي فعالي من كل ثلاثي، فتقول في ترك تراكي، سمع سماعي، درك دراكي. وتقول في حذر تقول حذاري حذاري، فهذا قياسي. ومنه ما هو منقول من الجار والمجرور مثل عليكم الصدق، عليكم الصدق أي الزموه، ولذلك نقول هي اسم الفعل يعمل عمل الفعل، فأعرب الصدق بعد عليكم مفعول به، يعني تقول عليكم بمعنى الزموا، الزموا الصدق، عليكم الصدق. في القرآن عليكم أنفسكم وكتاب الله عليكم، أصلها عليكم كتاب الله فالزموه، ولكن عليكم
عليكم أنفسكم تقدم اسم الفعل هنا، لكن كتاب الله عليكم تقدم المفعول على اسم الفعل. ومنه ما هو منقول من الظرف، فلو قلت لابنك أمامك أي تقدم، خلفك أي تأخر، دونك الكتاب، دون ظرف في الأصل هي ظرف لكنك استعملتها هنا كاسم فعل. هذا استطراد طويل في في اسم اسم الفعل الأمر. يبقى إذن الأمر صيغه أربعة. الصيغة الأولى فعل الأمر المجرد، الصيغة الثانية المضارع المسبوق بلام الأمر، الصيغة الثالثة اسمه اسم فعل الأمر، الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعله. فلو قلت لك احتراما الكبيرة، احتراما الكبيرة، فالمصدر احتراما فيه معنى احترم. قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا، يعني احسنوا إلى الوالدين. فهذه هي صيغ الأمر. ثم إن الأمر هذا له استعمال حقيقي، استعمال حقيقي، وهو الإلزام. الإلزام، فمن هو في منزلة أعلى يقول لمن في منزلة دونه افعل كذا. فالأصل في معنى الأمر هو الإلزام، لكن أحيانا يخرج الأمر عن غرضه الحقيقي إلى أغراض بلاغية. فنجد في النصوص قرآن، سنة، شعر، كلام العرب فعل أمر، لكن ليس المقصود به الإلزام، وإنما المقصود به غرض آخر. يعرف هذا الغرض من القرائن الحالية أو من سياق الكلام، فتقرأ الكلام فتقول هذا الأمر إنما غرضه النصح والإرشاد، هو أمر لكنه قصد بهذا الأمر النصح، وتقول هو هذا أمر لكن غرضه التهديد، وهذا أمر غرضه التعجيز، وهذا أمر غرضه التخيير، وهذا أمر غرضه الإباحة، وهذا أمر غرضه الدعاء، إلى غير ذلك. طيب من أين يفهم الغرض البلاغي للأمر؟ من القرائن، القرائن أو من السياق سياق الكلام. فلنشرع الآن في قراءة أمثلة الكتاب من رسالة لعلي رضي الله عنه بعث بها إلى ابن عباس وكان عاملا بمكة. أما بعد، فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله. فهذا أمر، ما صيغته؟ طبعا هو بيشرح في الأمثلة الأولى صيغ الأمر، فما صيغة الأمر؟ أو دعونا نرجع إلى الوراء قليلا فنقول قول علي فأقم للناس الحج خبر أم إنشاء؟ إنشاء. جميل، يعني أنت تبدأ هكذا تقول هذا الكلام خبر أم إنشاء؟ إنشاء. طب هو إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ طلبي، لأنه أمر. ما صيغة الأمر اللي هنا؟ الفعل المجرد، فعل الأمر اللي هي المجرد. طبعا احنا بعد ذلك سندرس اللي الأغراض، يعني ربما تسأل أنت طيب هذا علي يقول لعبد الله بن عباس أقم للناس الحج للحث، للحث، يحثه على هذا، أو المداومة على الفعل. قال تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أخبر أم إنشاء؟ إنشاء.
ما نوع الإنشاء؟ طيب ما نوع الطلب؟ أمر. طب ما صيغته؟ المضارع المسبوق بلام الإيه؟ الأمر. في المثال الثالث قال تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أخبر أم إنشاء؟ إنشاء. ما نوعه؟ طلبي. طب ما نوع الطلب هنا؟ أمر. طب ما صيغته؟ اسم فعل الأمر اللي هو عليكم الذي هو بمعنى إيه؟ إلزموا. قال تعالى وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا هذا إنشاء طلبي. ما صيغته؟ المصدر النائب عن إيه؟ عن فعله. فإحسانا هنا بمعنى أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. حتى يعني عند إعراب إحسانا تقولون هو مفعول مطلق للمنصوب لفعل محذوف تقديره أو فعل مقدر تقديره أحسنوا إحسانا. قال أبو الطيب كذا فاليسر ولا فاليسري؟ فاليسري من طلب الأعادي ومثل ثراك فليكن الطلاب. هو هنا يعني لابد أولا أن تقرأ النص ثم تفهمه. هو يقول مادحا لسيف الدولة، هذه قرينة المدح. من طلب الأعادي فليسري مثل سيرك أيها الأمير. يعني من أراد عدوا وطلبه وأراد أن ينتصر عليه فليفعل مثل إيه؟ مثل فعله. ومثل سراك فليكن الطلاب. طبعا هو هذا عندما يقول عندما يقول فليسري هذا أمر، يعني هذا أمر وسيلته أو صيغته المضارع المسبوق بإيه؟ بلام الإيه؟ الأمر. هل يلزم أحدا هو بذلك؟ يبقى ليس أمرا حقيقيا وإنما هو للنصح هنا والإرشاد، يرشد وينصح من أراد عدوا يطلبه فعليه أن يقتدي بسيف الإيه؟ بسيف الدولة فيفعل كما فعل سيف الدولة. وقال يخاطبه هي اللمة دي ساكنة ولا أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. قال يخاطبه يعني يخاطب سيف الدولة يقول أزد حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. هنا الأدنى يطلب من الأعلى ويقول له لقد قربتني إليك وجعلت لي منزلة عندك فحسدني الناس فأكبتهم بمزيد من ايه؟ من علو شأني عندك. أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. فهذا دعاء. طبعا احنا ينصرف عند كلمة دعاء ينصرف الدعاء انه هو من الله عز وجل، لكن ربما يكون الدعاء ليس المقصود اللي هو ايه دعاء غير الله، وانما ايه الطلب من الاعلى، الطلب من الاعلى يسمى في اللغه دعاء. قال امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوماني. ده مطلع معلقته. والشعراء يعني عندهم خطاب الصاحبين هذا كان معروفا عند الشعراء انه بيتخيل ان له صاحبين يشاركانه عند قول الشعر، فيخاطب الصاحبين يسمى احيانا التجريد، غير التجريد اللي احنا درسناه في الاستعاره
لكن هنا يجرد الشاعر من نفسه شخصين وهميين يتخيل أنهما معه عند كتابة الشعر فيخاطبهما. فقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. فهذا إنشاء طلبي نوعه أمر، وصيغته الأمر المجرد قفا. إذا كان الأمر إلى مساو في المرتبة في الدرجة، يعني رفيق لك صديق لك وأمرته، فهذا الأمر غرضه الالتماس. يعني إذا قلت لصديقك من فضلك أعطني القلم، فهل يعني أنت تستعلي عليه بهذا الأمر وتلزمه أن يعطيك القلم؟ من الممكن أن يقول لك لن أعطيك القلم، لكن هذا ليس الأمر هنا للإلزام ولا الاستعلاء على المأمور المخاطب، وإنما هو للالتماس. الالتماس معناه أنك تطلب شيئا برفق، وهذا يكون لمن ساواك في الدرجة. وقال أيضا: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. طبعا يعني أصابه هم حين بلغه خبر مقتل أبيه، وكان أمير كندة، وكان امرؤ القيس عربيدا يشرب الخمر، و يعني له علاقات نسائية مشبوهة محرمة. فقال: اليوم خمر وغدا أمر. واشتد همه لأنه صعب عليه أن يأخذ بثأره أبيه، فطال ليله. فقال: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأنفلي. يعني يقول لك، هو يطلب أن ينجلي الليل عن صبح، لكنه عاد فقال: هذه الهموم سوف تلازمني في الصباح كما لازمتني في المساء. فالطلب هنا انجلي، انجلي، هذا أمر. هو يأمر ماذا؟ يأمر الليل. طب وهل الليل مثلا يستجيب لأمره، أو هو يلزمه بشيء فيستجيب له؟ لا، فهذا غرضه التمني، غرضه التمني. ويمكن أن نقول أن الأمر إذا كان موجها لغير العاقل كان غرضه التمني. يعني مثلا من ينتظر خبرا سعيدا يأتيه بعد ساعة، كل ثانية ينظر في الساعة فيجدها لا تتحرك، فلو قال للساعة مثلا أسرعي، أو قال للوقت مر مثلا، فهذا غرضه للتمني. وقال البحتري: فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، فليجد من الجود والكرم. كفاني نداكم عن جميع المطالب. من شاء فليبخل ومن شاء فليجد، كفاني نداكم عن جميع المطالب. هذا هو يخيرهم، يقول لهم: إن شئتم فابخلوا وإن شئتم فجودوا. فهذا للتخيير، كما مثلا لو قلت لصديقك الذي قال لك أريد زوجة، فقلت له تزوج، هذا فعل أمر، تزوج هند أو أختها، فهذا للتخيير. وقال أبو الطيب: عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. عش عزيزا
أو مت وأنت كريم، إما أن تعيش عزيزا وإما أن تموت كريما. بين طعن القنا، القنا اللي هي الرماح، وخفق البنود، البنود اللي هي الأعلام، الأعلام التي تتحرك فتخفق في الهواء. فالأمر هنا عش، وعش عزيزا أو مت وأنت كريم، فهذا للنصح والإرشاد أو للتخيير. وقال آخر: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، هل يطول العمر ببخل البخيل؟ طيب لا. وهاتوا كريما مات من كثرة البذل، هل يموت الكريم بكثرة إنفاقه وكرمه؟ لا، فهذا للتعجيز. هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه، فهذا أمر للتعجيز. قال الله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فهذا أمر غرضه التعجيز. قال: وقال غيره: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. فاصنع ما تشاء أمر وغرضه التهديد، وغرضه التهديد، يعني إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فإن عاقبتك سيئة. ومثله قول الله تعالى للكافرين: قل تمتعوا، فهذا ليس أمرا بإباحة بالتمتع، وإنما هو تهديد: تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. لا، هي مكتوبة عندنا من غير ياء، ولا مكتوب ياء؟ بالياء، هما أصلا ياءان، فتجزم واحدة منه، يجزم الفعل بحذف واحدة إيه منه. يعني حتى أنتم في بتعلموا بقى من تحت أيديكم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوض، ولو قال إن الله لا يستحي ترجعون، أليس كذلك؟ يعني يخطئ القارئ إن قال إن الله إيه؟ لا يستحي، وأن هي أصلا يستحي بياءين، فإذا جزم الفعل حذفت إيه؟ الأخيرة. يبقى هذا خطأ مطبعي في هذه الطبعة. وقال تعالى: يبقى هذا أمر غرضه التهديد، كما تقول لابنك مهددا له: العب، وأنت لا تبيح له اللعب. ونحن نقول الفعل لابد أن تقترن به قرائن، يعني لو قال لك ابنك: ذاكرت يا والدي وأديت ما علي، فقلت له: الآن العب، فهذا أمر ما غرضه؟ الإباحة، الإباحة، تبيح له اللعب بعد أن أدى واجبه. لكن كلما دخلت عليه حجرته وجدته يلعب في هاتفه وعنده امتحان قريب، فتقول له: العب، فهذا فعل أمر اقترنت قرائن به جعلته للتهديد. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا، هذا يعني هذا للإباحة، ومعنى الإباحة أنه يفعل شيئا كان ممنوعا منه، فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس كان ممنوعا من الأكل والشرب والجماع،
فقال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا، فأباح لهم الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا أمر كان ممنوعا من الصيد حال إحرامه، فلما حل من الإحرام أبيح له الصيد. يبقى الأمر هنا للإباحة. يبقى لو قلت: ربي اغفر ذنبي، فهذا إيه؟ دعاء. ولو قلت لصديقك: أعطني القلم، يبقى التماس. قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. اعملوا غرضه جميل. قال الله تعالى: فأتوا بمثله. طب فانفذوا للتعجيز. مما لم يذكر في أمثلة الكتاب التسوية، كقول الله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، يعني سواء عليكم، يعني يستوي صبركم وعدم عدم صبركم، فهذا أمر للتسوية. ممكن الأمر يكون للإكرام كقوله تعالى: ادخلوها بسلام، فهذا أمر غرضه الإكرام، أو لامتنان كقوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله، فهذا يمتن الله عز وجل عليهم بأن يأكلوا مما رزقهم الله عز وجل. طيب ما غرض الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ فين أين الأمر؟ آمنوا. آمنوا، جميل. طيب ما غرضه؟ هم آمنوا، ازدادوا إيمانا. أيوة نعم، يعني هو يخاطبهم وهم مؤمنون، بدليل ندائهم بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا، فيأمرهم بالإيمان. فقال آمنوا، فهذا للمداومة على الإيمان، ليثبتوا عليه وليداوموا عليه. كذلك الغرض منه المداومة على الفعل. يعني مثلا لما أوصى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري فقال له: ساوي بين الناس أو آسي بين الناس، فأبو موسى الأشعري هو أصلا عادل في حكمه، فإذا قيل لمن يفعل الفعل افعل كذا فأي داوم عليه، استمر يا أبا موسى على مساواتك بين الناس. كذلك أيضا قد يكون الأمر للإهانة كقوله تعالى: كونوا حجارة أو حديدا. نعم، قد يكون الأمر للاعتبار كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. قد يكون الأمر الغرض منه الإذن، واحد يطرق عليك الباب فتقول له: ادخل، هذا أمر. قد يكون الأمر للتأديب: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فالأمر هنا غرضه التأديب. إذن الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغ أربعة: الأمر المجرد، المضارع المسبوق بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعله، وقد يخرج الأمر عن غرضه الحقيقي إلى أغراض بلاغية تعرب بالقرائن أو من سياق الكلام،
كالأغراض التي سمعناها: النصح والإرشاد، الدعاء، التهديد، التعجيز، التسوية، الإباحة، إلى غير ذلك من الأغراض. بعض التدريبات على الأمر. قال تعالى خطابا ليحيى عليه السلام: خذ الكتاب بقوة. هذا أمر حقيقي، يعني الأمر من الله سبحانه وتعالى. عندما يأمرنا ربنا عز وجل فيقول أقيموا الصلاة، يبقى هذا أمر غرضه لإيه؟ الإلزام. فالإلزام هو الأمر الحقيقي لإيه؟ هو الغرض الحقيقي للأمر. وقال الأرجاني: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. الناس تستشيرك، فأنت إذا أصابك شيء تحتاج إلى أن تشاور غيرك، حتى وإن كنت ذا عقل رشيد والناس يلجؤون إليك ويستشيرونك. ما الغرض من الأمر في قوله شاور سواك؟ الإرشاد أو النصح والإرشاد. وقال أبو العتاهية: واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن ردى اللذات. هذا أيضا غرضه الإرشاد. وقال أبو العلاء: فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي أو جدي، إن دهرك هازل. هو هنا بيأمر ماذا؟ الموت، يأمر غير العاقل، فغرضوه هنا التمني. وقلنا إن القرائن هي التي تبين الغرض. هذا رجل يرى أن الحياة ذميمة ولذلك يستعجل الموت، فهذا غرضه التمني. وقال آخر: أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. هذا مثل البيت الذي مر علينا. ف نعم، فهو هنا غرضه التعجيز. فالبخيل لا يخلده البخل، والجواد الكريم لا يموت بسبب كرمه وجوده. قال خالد بن صفوان: ينصح ابنه. مجرد أن يقول ينصح ابنه سيكون الأمر للإرشاد: دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. فهذا للإرشاد. وقال بشار بن برد: فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. يقول لك صديقك هذا ليس ملكا، وإنما هو بشر يخطئ ويصيب، فإن طلبت صديقا لا عيب فيه فستعيش وحدك. فصادق إخوانك على ما يقعون فيه من هفوات، فيعني اعتذر عن زلاتهم، وإلا فستعيش وحدك. فهذا للتخيير، إما أن تختار أن تعيش وحدك، وإما أن تصل إخوانك على ما يقعون فيه من هفوات الأعمال. قال الله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أين الطلب؟ تمتعوا، نوع أمر غرضه التهديد. وقال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة: أخ الجود، أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. يعني أيها الأمير الكريم، أعطي الناس مما تملك،
لكن لا تعطينهم شعري هذا. فهو طبعا هو من هو في منزلة أدنى يطلب ممن هو في منزلة أعلى، فهذا يسمونه دعاء. قال قطري ابن الفجاء يخاطب نفسه: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. فأين الطلب؟ ما نوعه؟ أمر وغرضه، المصدر النائب عن إيه؟ عن فعل. هو في المعركة يقول لنفسه اصبري، فهو يلزمها بالإيه؟ بالصبر. فهذا هو الغرض الإيه؟ الحقيقي للإيه؟ للأمر. وتقرؤون بقية الإيه؟ التدريبات. ننتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع الطلب، وهو النهي. فما النهي؟ هو طلب لكنه عكس الأمر، هو طلب الكف عن الفعل. الأمر طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء واللزوم، لكن النهي هو طلب الكف عن الفعل. تقول مثلا لابنك: لا تسرف في استعمال الماء، لا تضيع الوقت، لا تكذب. فهذا نهي صيغته صيغة واحدة، المضارع لا ثانية لها، المضارع المسبوق بلا الناهية. علامة المخاطب. نعم، للمخاطب غير للغائب، يعني من الغائب بنفسه. لا، هو المهم أن يكون المعنى للنهي. يعني فكرة إن لا الناهية يأتي وراءها المضارع مسبوقا أو مبدوءا بتاء فقط، هذا خطأ. قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فهذا نهي، والفعل مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزم السكون. لا يكذب أحدكم على أخيه، فهذا نهي. يعني معلمون في المراحل الأولى من التعليم يقولون للأولاد: تعرف لا الناهية لأن وراءها تاء. هذا قصور في الحقيقة. يعني تأتي بعدها التاء في مثل قولك: لا تلعب، لا تهمل، لا تضيع الوقت، لكن لو قلنا مثلا: لا يسرف أحدكم في الماء، فهذا نهي. معي؟ جميل. فلا الناهية هي لا تسبق الفعل المضارع، فيصير الفعل المضارع هذا الفعل معناه أن المطلوب هو الكف عن الفعل بعد لا الناهية. لا تلعب، لا تكذب. بل علامة أصلية أنها جازمة. هي جازمة للفعل. إنما النافية؟ لا، لو أنت أردت أن تفرق بين لا النافية ولا الناهية، كلاهما حرفان. كلاهما حرفان. لا النافية حرف، ولا الناهية حرف. والحروف مبنية لا محل لها من الأعراب. طب المعنى: لا النافية تنفي الحدث. تقول مثلا: محمد لا يكذب. يعني بدون لا هنا الفعل مثبت، تثبت له الفعل: محمد يكذب. فتقول: محمد لا يكذب، فتنفي الفعل. المعنى: لا النافية تنفي الحدث. تقول: ابني لا يترك الصلاة في وقتها، فهذا نفي، لأن بدون لا الفعل مثبت وبها الفعل منفي. ابني لا يترك الصلاة. أو أنك تشكو ابنك لشيخه فتقول: ابني يترك الصلاة. فإذا الفعل بدون لا النافية فيه إثبات للفعل، وبدونها وبها
الفعل منفي عن الفاعل. جاري لا يدخن، فأنت تنفي عنه هذا. معنى لنا هي طلبية، لنا فيا لا تطلب شيئا. أنا لو قلت لك مثلا محمد لا يكذب، أنا لم أطلب منك شيئا، لكن لو قلت يا محمد لا تكذب فأنا طلبت منه شيئا. فلا أن هي طلبية. نأتي إلى العمل، لن نافية لا تعمل، لن نافية للفعل لا تعمل. وأنا أقول للفعل لأن عندنا لن نافية للجنس ولا العامل عمل ليس، فلا النافية للفعل لا تعمل. والفعل بعدها إيه؟ أو منصوب أو مجزوم على حسب يعني. نعم، أقول لك ذاكر حتى لا ترسب، حتى لا ترسب منصوب بحتى. وتقول مثلا إن لا ولكنها ستضغم يعني كما تعلموننا، فتقول إلا تذاكر ترسب، فهذه نافية. والفعل مجزوم لأنه فعل الشرط، فالنافية لا تؤثر على الفعل، والفعل بعدها حسب موقعه في الكلام قد يكون بعد لن نافية مرفوعا مثل محمد لا يكذب، وذاكر يا محمد حتى لا ترسب منصوب، أو إلا تذاكر بالجزم هكذا معلوم. أما لنا هي عاملة تجزم الفعل المضارع، وهي طلبية كما قلنا. فلنا هي صيغة واحدة للنهي، وغرضه الحقيقي هو طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل. قال الله تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حق: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا، هذا إنشاء طلبي، نوع نهي، وسيلته أو صيغته الفعل المضارع المسبوق بلا النهي. طبعا ما غرضه؟ هذا نهي حقيقي غرضه طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء واللزوم، لازم تمتنع عن أكل مال اليتيم، فهذا غرض حقيقي. وقال تعالى في النهي عن قطع الإنسان رحمه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. لا يأتل يعني لا يحلف أحدكم أنه سيمنع إنفاقه على رحمه. نزلت الآيات كما تعلمون في أبي بكر عندما أقسم ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة. لا يأتلي فهذا نهي مضارع مسبوق بلا النهي. وقال تعالى في النهي عن اتخاذ بطانة السوء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. في الأمثلة الثلاثة القرآنية تجد أن النهي هنا غرضه الإلزام بترك الفعل، بترك الكف عن الفعل. وقال مسلم ابن الوليد في الرشيد: لا يعدمنك حمى الإسلام من مالك أقمت كلته من بعد تأويلي. الطلب هنا لا يعدمنك، هي النون خفيفة هنا أم ثقيلة؟ خفيفة. فهذا دعاء يدعو له بألا يعدمه الإسلام، لأنه ملك
أقام الدولة بعد تأويدي، يعني بعد إعوجاج. وقال أبو الطيب فلا تبلغاه، ولا تبلغاه، فلا تبلغاه ما أقول، فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي. يمدح سيف الدولة فيقول لصديقيه لا تبلغاه ما أقول، عن شجاعته والحرب والطعن، فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي، يعني إذا ذكر أمامه الطعن والقتال فإنه يشتاق إلى المعارك والقتال. طب هذا نهي لمن؟ لصديقيه. احنا قلنا إذا مثل الأمر تمام، إذا كان الأمر لرفيق أو صديق أو مساو لك في الدرجة فغرضوه الالتماس، فهنا أيضا النهي غرضوه الالتماس. تقول أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فأين النهي؟ لا تؤاخذنا. وهذا في الحقيقة يعني تأدبا مع الله عز وجل في فعل الأمر أو الفعل المضارع المسبوق بالنهي، ينبغي ألا نقول أمر أو نهي، وإنما نقول أين الدعاء؟ لا تؤاخذنا. فهو فعل مضارع مسبوق بلا الناهية، وهذا النهي هنا للدعاء، هو هذا أسلوب دعاء، لأن العبد لا يأمر ربه ولا ينهى. يعني صديق لك يقول لك انتظرني سآتي بكذا ثم آتي، فقلت له لا تتوانى، فهذا إيه؟ نهي لصديقك لا تتوانى، فهذا غرضه الالتماس. قد يكون النهي، لكن أفضل أنكم إيه؟ يعني تجربون الوصول إلى الغرض استنتاجا. قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا، هذا نهي غرضه ماذا؟ ولا التيئيس؟ التيئيس، ييئسهم الله سبحانه وتعالى من قبول اعتذارهم ومن رحمته. طيب لو قلت لابنك يعني كما نقول بالعامية ما تسمعش كلامي، لا تسمع كلامي ولا تطع أمري، غرضه للتهديد. طب قول الشاعر لا تنهى عن خلق أبو الأسود الدؤلي، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، لا تنهى، الإرشاد، النصح والإرشاد. ف قال أبو العلاء، كنا قرأنا إلى قول المتنبي، وقال أبو نواس في مدح الأمين، في مدح الأمين يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا تقبيل راحته والركن سيان، هذه مبالغة. فأين الطلب؟ طبعا عندنا طلب في يا ناق، مش كده؟ اللي هو النداء، لم يعني انما التمثيل عن الايه؟ عن النهي. لا تسأمي، فهو يكلم هنا الابل، يأمرها، فهذا غرضه التمني. وقال أبو العلاء ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي.
فهذا غرضه الإرشاد، النصح والإرشاد. لا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. وقال أبو الأسود كذلك أيضا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. قال آخر: لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده. يعني أنت تريد أن تكون مثله، فهو يقول له: لا تعرضن لجعفر متشبها. أنت تحاول أن تتشبه به فلست من أنداده، فهذا للتعجيز. طب: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، فهذا للتحقير. لا تشتري العبد، طبعا دي قصيدة العيد التي كتبها المتنبي في ليلة عيد في مصر، وتركها وفر من كافور الإخشبي، جمع له فيها كل ما يذم. على كل حال، لا تشتري العبد يعرض بكافور، فإنه كان عبدا حبشيا وحكم مصر. وقد جاء المتنبي من حلب بعد فجوة حدثت بينه وبين سيف الدولة ليمدح كافورا، فلم يجد ما كان يجده عند سيف الدولة من الإكرام. وجد الفارق بين الثرى والثريا بين أمير عربي يفهم الشعر ويتذوقه ويقرب الشعراء، وبين عبد حبشي لا يفهم الشعر ولا يتذوقه. فلا تشتري العبد، هذا تحقير، تحقير له. وعلى هذا نقول إن النهي هو طلب الكف عن الشيء، وله صيغة واحدة وهي المضارع المسبوق بلا النهي، وغرضه الحقيقي هو طلب الكف عن الشيء على سبيل اللزوم والاستعلاء. وقد يخرج النهي عن غرضه الحقيقي إلى أغراض بلاغية تعرف من القرائن ومن السياق، يعرفها الواحد من يقرأ الكلام، يفهمه، يتذوقه، يصل إن شاء الله تعالى إلى الغرض منه. بعض التدريبات: بين صيغة النهي والمراد منها في كل مثال من الأمثلة التالية. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. النهي هنا لا تفسدوا، لا تفسدوا، أو يعني أنا بعيد عن المايك، يعني إخواننا الذين يشاهدون هذه المقاطع يفهمون لغة الشفايف، بلاش الشفايف دي، لغة الشفاه. فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا نهي حقيقي غرضه الكف عن الفعل. قال أبو العلاء: لا تحلفن على صدق ولا كذب، فما يفيدك إلا المأثم الحلف. يعني جزاهم الله خيرا، يعني الذين يعني جمعوا هذه الأمثلة قصدوا إلى أبيات من الحكمة، لعل الطالب يعني بتكرار مراجعتها يحفظها، تفيده إن شاء الله تعالى في كلامه وفي خطابه. كتاب من أروع الكتب حقيقة في تيسير البلاغة، ولأن هذا العلم في الحقيقة عندنا فيه إشكالية، وهو أن الكتب المتقدمة فيه، الكتب المتقدمة في علم البلاغة والبيان، كتبت بأسلوب يعني يصعب على الدارسين في هذا الزمان أن يفهموه وحدهم، فقد يسروا جزاهم الله خيرا. من أراد أن يقرأ أيضا فليقرأ جواهر البلاغة
كذلك يعني كتاب جيد، لكن هذا أيسر لأنه يعني بالطريقة المدرسية، يعني يأتي بالأمثلة ويناقش الأمثلة ثم يصل في النهاية إلى قاعدة، وبعد ذلك يأتي بتدريبات مجاب عنها ويترك للطالب تدريبات يجيبه عليها كتاب. ولكننا كنا نمدح طريقته باستجلاب شواهد وأمثلة فيها يعني أبيات من الحكمة التي بتكرارها يمكن أن يستفيد الواحد منها. النهي هنا لا تحلفن على صدق ولا كذب، ما غرضه؟ النصح والإرشاد. قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا نهي غرضه حقيقي لأنه غرضه الإلزام. قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا نهي غرضه التهديد. وهكذا فانسج على ما ذكرنا. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا مفتاحا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.